بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي متابعي قناة إيناسوفت للبرمجة. اليوم سنبدأ في دورة كاملة شاملة تضم باسكال والدلفي. باسكال والدلفي، هذه الدورة من مبتدئ، من مستوى مبتدئ أو من مستوى الصفر، يعني مبتدئ إلى إذا إن شاء الله ما شاء الله، إلى ما شاء الله من الدروس والدروس المتقدمة، كل ما يخص الباسكال والدلفي إن شاء الله. إذا مقدمة لهذه وكمقدمة لهذه الدورة، سنبدأ إن شاء الله بالباسكال ونعرف أساسيات الباسكال، ومن ثم نذهب إلى الدلفي بعدما أن نكون قد أخذنا نظرة عامة وشاملة عن أساس برنامج الدلفي وأساس الإيديتور الخاص بالدلفي والذي هو الباسكال. إذا كبداية نعرف ما معنى أو ما هي لغة البرمجة باسكال. إذا لغة البرمجة باسكال، لغة البرمجة باسكال هي لغة برمجة أو هي لغة برمجة صممت كوسيلة للمساعدة في تعليم البرمجة المنظمة، وقد كانت هذه اللغة من اللغات الشائعة في التعليم وإنتاج البرامج في السابق نظرا لسهولتها ووضوحها، ذلك في أواخر السبعينات والثمانينات، وكانت متوفرة في جميع أجهزة الحاسوب آنذاك، وهي تضيف للمستخدم إمكانية تحديد أنواع البيانات ليتمكن من تنظيم البيانات المعقدة وتحديد مسميات لها، معناتها هناك كلمات محجوزة، ليتمكن المترجم الكومبايلر من التحقق من الاستخدام الصحيح لكل نوع قبل أن يقوم بتشغيل البرنامج. وبذلك فهي لغة متقدمة عن لغات السابقة للبرمجة مثل لغات الجول ولغة كوبول ولغة فورترا، وتقوم بشكل أساسي على هياكل تحكم شبيهة بتلك المستعملة في اللغات السابقة الذكر، بالإضافة إلى الكلمات المحجوزة للغة. سنرى هذه الكلمات المحجوزة في المتغيرات وفي الدوال وإلى آخره من الدروس المتقدمة من هذه الدورة. تاريخ لغة البرمجة باسكال، تم تطوير لغة باسكال عام 1970 على يد نيكولاس ويرت لتعليم البرمجة المنظمة التي تعتمد على استخدام الجمل الشرطية والحلقات التكرارية بشكل منظم، وقد استوحت اللغة أنظمة هيكلة البيانات من عدة لغات أخرى مثل سيميولا والجول وغيرها وفورترون وغيرها من اللغات. وكان أول مترجم لباسكال قد صمم عام 1969، كان يعمل على سيستم MS DOS، وقد تمت تجربته لأول مرة على لغة فورترون، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح نظرا لعدم قدرتها على التعبير عن هياكل البيانات المعقدة. ثم ترجمت بعد ذلك إلى لغة باسكال عام 1970، ومن أولى النجاحات التي حققتها اللغة عندما تم إصدار باسكال ECSD، حيث كان إصدارا يمكن تطبيقه على أنظمة تشغيل مخصصة والمنصات المختلفة مثل منصة أبل، التي لحد الآن ما زالت تستعمل لغة باسكال كلغة أساسية في إنتاج برامجها، مما ساهم في جعل لغة باسكال من اللغات العالية المستوى والتي تم استخدامها بعد ذلك لتطوير نظام تشغيل أبل. الحاجة إلى المترجمات، يعني الكومبايلر. عند النظر إلى أي نص برمجي في إحدى لغات البرمجة الشهيرة التي هي الآن مثلا جافا و مثلا سي شارب و سي بلس بلس، مهم لغات برمجة شهيرة، سنلاحظ أنه
الكود مكتوب باستخدام كلمات ورموز غريبة إلا أنها مألوفة بالنسبة لنا، فهي على الأقل بالحروف الإنجليزية. أي لغة برمجة تكتب بالحروف الإنجليزية وتتضمن بعض التعابير والمصطلحات المتداولة بحياتنا اليومية. مع الأسف، فإن عرض نفس البرنامج على المعالج لن يؤدي لأي نتيجة مشابهة. يعني الحروف والرموز والتعابير المكتوبة باللغة الإنجليزية هي أمور مستحيلة الفهم بالنسبة للمعالج بشكل مباشر، فهو يفهم لغة واحدة هي اللغة الثنائية أو البينري لانجويج، المؤلفة من سلاسل الأصفار والوحدات، يعني من سلاسل من أصفار ووحدات، يعني صفر واحد. لهذه الصورة، وكي تكون البرامج التي نقوم بكتابتها مفهومة بالنسبة للمعالج، فإننا سنحتاج لمن يفسرها، يعني المعالج بروسيسور، فإننا سنحتاج لمن يفسرها له، يعني يوصلها له بشكل بينري، ويشرح ما الذي يريده منه بالضبط. فالبرنامج بالنتيجة ليس سوى مجموعة من التعليمات التي نريد للمعالج أن يقوم بتنفيذها. بعالم لغات البرمجة يبرز مصطلح المترجم أو الكومبايلر للإشارة إلى البرنامج الوسيط الذي يأخذ على عاتقه مهمة جعل النصوص البرمجية المكتوبة بإحدى لغات البرمجة عالية المستوى مفهومة بالنسبة للمعالج. يعني هناك ترجمة من الكومبايلر إلى البروسيسور لكي يفهم ما نريده منه وينفذه بسرعة قياسية. ما هو المترجم أو الكومبايلر؟ المترجم عبارة عن برنامج يقوم بتحويل الشفرة المصدرية المكتوبة بإحدى لغات البرمجة عالية المستوى إلى تمثيل منخفض المستوى مع المحافظة على معنى وهدف الشفرة المصدرية. الشفرة المصدرية هي الكود سورس. يتم استخدام مصطلح الشفرة المركزية أو سورس كود للإشارة إلى النص البرمجي المكتوب بإحدى اللغات عالية المستوى، بينما يتم استخدام مصطلح الشفرة الهدف target code للإشارة للشفرة الناتجة من عمل المترجم. يعني المترجم يقوم بترجمة الشفرة المصدرية إلى شفرة الهدف target code، والتي تكون عادة بإحدى اللغات منخفضة المستوى. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المترجم بإجراء عمليات تحسين على الشفرة المصدرية لجعلها أكثر كفاءة من ناحية سرعة التنفيذ وحجم الذاكرة التي سيشغلها البرنامج. هذا هو دور الكومبايلر، ترجمة الأكواد إلى المعالج لتنفيذها. في هذا المخطط نلاحظ أن لدينا شفرة مصدرية على اليسار هنا، أي كود، يعني هنا مثلا نلاحظ أنه هو كود عبارة عن كود، أعتقد أنه أظن أنه بالـ PHP. نعطيه للكومبايلر فيجعلها شفرة هدف، يجعلها شفرة هدف منخفضة المستوى إلى binary code. والمترجم مسؤول كذلك عن أخطاء الترجمة، إذا كان الكود به خطأ فإن الترجمة لا تتم، والكومبايلر سيرمي لنا errors على مستوى المترجم. هذا عن الكومبايلر. إذا أنواع الكومبايلر، سنستخدم خلال هذه الدورة عدة مترجمات، سنحاول من خلالها العمل على الباسكال وصولا إلى الدلفي. أولا لدينا الباسكال IBC.NET. الباسكال IBC.NET هذا البرنامج الذي سننصبه، ثم سنستعمل كذلك الباسكال على بيئة الفيجوال ستوديو كود، ثم نستخدم برنامج لازاريوس، ثم برنامج الدلفي. إذا كانت هذه عبارة عن مقدمة عرفنا فيها الباسكال وتاريخ الباسكال، ثم عرفنا الكومبايلر، والآن نحاول أن نقدم ما معنى أو ما هي أنواع المترجمات التي سنستعملها أو برامج الأكواد الـ EDE
الذي سنستعمله في تنفيذ بعض الأكواد على الباسكال. سنستعمل باسكال IBC.NET كما قلنا، فيجوال ستوديو كود كذلك، لازاروس ودلفي، ويمكنكم استعمال أي برنامج تشاؤون، المهم لتنفيذ أكواد الباسكال. المهم وصولا إلى الدلفي، كانت هذه مقدمة عن ذلك. تقبلوا تحياتنا، نلتقي في الدرس القادم، ومن خلاله سنقوم بعملية تنصيب لكل هذه البرامج. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.